عليكم ورحمة الله. أي أحد يحتاج أي شيء عن العلاج، عن أي شيء، يدخل القناة حق الدكتور أحمد دهجان، أحمد عطية دهجان، كل شيء مفيد فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا أتابع قناة الدكتور أحمد عطية، ففيها كثير من المعلومات المفيدة الرائعة التي يعني يمكننا أن نستفيد منها. حقيقة أنا من أشد المعجبين بقناة الدكتور أحمد عطية، ففيها الكثير من المعلومات التي يمكننا أن نستفيد منها كمجال الطب والأغذية وما إلى غير ذلك، وأنصحكم بمشاهدتها، وأتمنى للدكتور المزيد من التقدم والنجاح، والسلام عليكم. صراحة بالفعل قناة الدكتور أحمد عطية الدهشان من أروع القنوات اللي بتقدم نصائح حلوة عن المعلومات الصحية اللي بتخصنا، اللي كل يوم بنحب نتابعها ونشوف أول بأول ما بينزل المعلومات اللي بتهمنا كحياتنا اليومية. أنا بشكر الدكتور أحمد عطية الدهشان على المعلومات اللي بيقدمها الصراحة، وألف تحية وألف شكر لك دكتور، والله يعطيك العافية.